هذا الكتاب له قصة. بعد ذاكرة ملك طبعا عين الأستاذ عثمان العمير رئيس تحرير الشرق الأوسط عضو في الأكاديمية الملكية المغربية. فالحسن التاني كان معجبا بكتاب، قال درسته في المعهد المولوي، وفي تلك الفترة التي يحمل فيها هذه الكتب هدية بمناسبة تفوقه. هذه صورة للحسن التاني. فقال عثمان: يا أخي ما أرجو أنك تجد وتبحث لي عن هذا الكتاب، أين نجده؟ فبدأ عثمان يبحث عن هذا الكتاب إلى أن وجد في دير مهجور. وهذا كتاب فعلا من أساطين الكتب التي يعني تتحدث عن اللغة العربية وقواعدها وأمثلتها، وفي مختارات في نخب من اللغة العربية، وكتبه مسيحي لبناني أو نصراني لبناني بلغة العرب، هو الأب لويس شيخو مؤلف هذا الكتاب. ودائما هناك على قصة جبران خليل جبران، دائما هناك المسيحيين في المشرق يقولون بأنهم هم الذين حافظوا على اللغة العربية ربما أكثر من غيره، وهذا هذا هذا إلى حد ما هذا الكلام صحيح. فوجد هذا الكتاب في حالة يعني سيئة جدا جدا كوثائق، فقام بتدقيقه عالم عراقي في اللغة العربية أيضا مشار إليه، في كان يكتب من كتاب الشرق الأوسط نجدة فتحي صفوة، توفى الله يرحمه. فبعد ذلك أرسلت لي هذه اسمه هذه، وأبلغت بأنه الملك طلب أن يعني طباعة هذا الكتاب بشرط أن لا يباع في المكتبات، إنما يعطى للباحثين والمهتمين بأمور اللغة وما إلى ذلك. فأشرفت أيضا على طباعته في ذلك الوقت في شركة كانت تابعة للشرق الأوسط، وكما هو مسجل هنا هي الشركة المغربية للطباعة والنشر، كانت هي التي عملت التصفيف والإخراج وطبعا التبويب وترتيب الأشياء. فأنا أقول للأسف لا أدري، خلينا نقول بهذا الشكل، لا أدري أين باقي نسخ هذا الكتاب، ولكن أنا بقت عندي بضعة نسخ فقط منه، وكنت أتمنى أن يكون موجود فيه آلاف ليطلع عليه باحثين ولغويين خاصة من الذين يهتمون باللسانيات وباللغويات وبالتراث وباللغة العربية، لأنه أنا قرأته، أنا على يقين من قرأ هذا الكتاب واستوعبه يعني سيضيف إلى ذخيرته اللغوية يعني شيء غير عادي. وكان عثمان العمير بصراحة يريد أن تكون هناك سلسلة، ولذلك هو من ذاكرة ملك إلى ذاكرة أمة جزء 3 كان يريد سلسلة من هذه الكتب التراثية القيمة جدا التي لا تسوى يعني ليست لها ثمن، حتى تكون يعني عبارة عن يعني مراجع للناس الذين يهتمون. لا أدري إذا كان هذا الكتاب الآن موجود في المكتبة الوطنية في المغرب أو غير موجود، موجود في الخزانة الملكية أو غير موجود، لأنني بعد ذلك يعني بعد خروجي من الشرق الأوسط في 96 انقطعت علاقتي بهذه الأمور، ولكن الحمد لله أنا محتفظ بنسخ منه على الأقل في أرشيفي ومكتبي الخاص.